صباح الخير عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. هذا الفيديو هذا عنده طعم خاص لأن فيه لمسة مغربية مغاربية وعربية. غيشاركوني فيه أصدقاء فنانين من العالم العربي. باش نقول لكم حاجة واحدة، وصلنا للأوقات الصعبة، وصلنا للوقت اللي كلنا خصنا نكونوا فيه مسؤولين ونعرفوا المسؤولية اللي موقعة على العاتق ديالنا، لأن ما بقاش بزاف باش نتغلبوا على التحدي، وإن شاء الله كلنا نمروا لبر الأمان ونتغلبوا على هاد الجائحة ولا هاد المرض اللي صابنا، وإن شاء الله حنا قادرين على هاد التحدي هذا. وكنا واعيين بالاهميه ديال هذا الوقت بالضبط، وحنا كامه عربيه خصنا نفكروا باننا كاملين بغينا واحد الهدف هو اننا نفوزوا بهذا التحدي هذا، وحنا كمغاربه كنفكروا في الاخوان تاعنا في العالم العربي، وان شاء الله خير وان شاء الله نوصلوا لذاك الشيء اللي كنتمناو. وتحيه كبيره لكم مني ولجميع الاصدقاء من جميع الدول العربيه. السلام عليكم اخواني، معكم رشيد الوالي من المغرب، وهي تحية لكل إخواننا في العالم العربي من نعرفهم وقد لا نعرفهم. أنا فنان مخرج وممثل، وأشكر الأخ سباعي على هذه المبادرة التي جمعتنا بناس ربما نحبهم في الله حتى وإن كان عن بعد. أستغل هذه الفرصة، فرصة الحجر، باش نكون أنا والأسرة ديالي في تقارب وفي وئام أكثر وأكثر، وأعتقد أنها فرصة من أجل إصلاح ذواتنا ولا نلقي اللوم على أحد. أعتقد أن العالم كان يسير في طريق مسدود من الحقد والظلم والكراهية والحروب، وجاء هذا الوباء ليجمعنا ويذكرنا بأننا بشر ضعفاء أمام مرض اسمه كورونا، فما بالك مشاكل أكبر. أعتقد أنها فرصة من أجل أننا نصلح العالم ونتركه لأبنائنا أحسن حال مما وجدناه. شكرا وألف تحية. مساء الخير. الأول برحب بحضراتكم جميعا وبتمنى لكم كل الخير وكل السلامة يا رب. بقبل مبادرة صديقي الفنان حمزة السباعي، وخليكم في البيت، نلتزم الفترة دي لحد ما الدنيا تعدي بينا على خير، وإن شاء الله كل حاجة هتبقى زي الفل، وهنرجع نتبسط تاني، وهنرجع نقابل بعض تاني، وهنرجع نقعد مع بعض تاني ونفرح ونعمل كل الفن اللي احنا بنحبه، سواء كان في المسرح او الموسيقى او حتى الغناء. ان شاء الله كله هيبقى تمام، بس نلتزم الفترة دي ونقعد في البيت ونسمع كلام السلطات الحكومية لحد ما الأزمة تعدي بخير وسلام ان شاء الله بإذن الله. تامر كرم، مخرج مسرح مصري. شكرا. السلام عليكم، معكم احمد شوقي، فنان مغني من المغرب. كنشكر بزاف سي حمزه السباعي على انه اتاح لي فرصه انني نقدم الكلمه ديالي من بين الفنانين العرب اللي موجودين معنا في هذا الفيديو هذا. اكيد كنوصي الناس بان الحل الوحيد، الدواء الوحيد اللي كاين في الكون دابا ديال هذا الوباء كورونا، هو اننا نجلسوا مع العائلات ديالنا في ديورنا. فرصه كبيره للتامل، فرصه كبيره لاننا نتقربوا اكثر من العائله ديالنا ومولداتنا، ونحاولوا اننا يمكن نقراو اكثر ونفهموا راسنا اكثر ونعرفوا قيمه الحوايج اللي كانوا ساهلين يمكن في الحياه، اننا كنا كنخرجوا كنعملوا اي حاجه بسهوله، دابا كل شيء يمكن محسوب. فكنظن فرصه كبيره اننا نوقفوا معدتنا بالتامل شويه. ان شاء الله كل ما بقينا في دارنا بزاف، كل ما راهنا سهلنا الامور على السلطات، وانا متاكد بان كل السلطات دابا ديال الدول العربيه كاملين يتفقوا على الانسانيه، على الحب الوطن. فانا اكيد بانهم كاملين كيستثمروا كل جهود من اننا نكونوا في ظروف احسن. ومن هذا المنبر كنشكر سيدنا الله ينصره محمد السادس لانه فضل شعبه عن اقتصاده. شكرا، تبارك الله عليكم. السلام عليكم كامل خاوتنا، لحقتني مشاركة ومبادرة من عند الأخ حمزة السباعي من المغرب اللي بالمشاركة نحييه ونحيي كامل الشعب المغربي والشعب الجزائري ككل. يعني هذه المبادرة عجبتني، احنا كمفكرين كفنانين يعني لازم نديروا اليد وحدة باش نتغلبوا على هذا التحدي ونكونوا الأقوى دايما. نطلب من كامل الفنانين وكامل الناس اللي راهي تشوف فينا أنهم يكملوا في هذه المبادرة، خاصة في وقت كيما هذا، يعني وقت صعيب، وقت كيما نقولوا احنا نقولوا له وقت الشدة. لازم نكونوا كامل متحدين، كامل المغرب العربي، كامل العرب والعالم كل اللي راهو يشوف فينا، نكونوا متحدين باش نكونوا دائما الاقوى. كان معكم شفيق كيلواز، فنان جزائري. السلام. السلام عليكم استاذ حمزة السباعي، تحية
الحسن فلان ممثل مغربي. ندوز هذه المرحلة الصعيبة علينا وعلى الأمة العربية بخير، وإن شاء الله ترجع الابتسامة وترجع الروح ويرجع الأمل. هو مهم جدا البروك في المنزل كيقي يعني الناس من المرض، لأن المرض خطير جدا. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يرفع لنا هذا الوباء ويرفع لنا هذا الداء. كل واحد في بلاده، كل واحد في مدينته، كل واحد في داره تازم يعني بالمسائل اللي كتقول لنا الشرطة، اللي تيقولوا لنا الجيش، اللي كيقولوا لنا الدكاترة. خصنا نلتزموا بهذا كل الكلام وهذوك القرارات اللي ضرورة داروها من مصلحتنا. أنا وعفاكم الله من كل أذى، وأذهب علينا الحزن وأذهب علينا الشقاء. تحياتي من المغرب، من الدار البيضاء، من الحي المحمدي. أخي العزيز حمزة السباعي من قطر وطنك الثاني، أبعث إليك التحايا إلى الأشقاء جميعا في المغرب. في هذه اللحظة من عمر الزمن والعالم في حقيقة الأمر تعيش قلق هذا الوباء المنتشر، أرفع يدي إلى الباري سبحانه وتعالى أن يشملنا بعين رعايته وأن يزيح عنا هذا الوباء وهذا البلاء. ولكن لابد أن يكون هناك تكاتف بين الإنسان، بين المواطن، بين المقيم في أرجاء الوطن العربي من المغرب إلى المشرق. أتمنى حقيقة أن نلتزم بالقواعد، بالنظم، بالنصائح، أن لا يكون خروجنا من المنزل بلا سبب. أتمنى أن يحفظ الباري الشعب العربي من المغرب إلى المشرق، وأن يحفظ أخواننا في المغرب العربي وأهالينا في قطر. تحياتي لكم من قطر، أخوكم الدكتور حسن رشيد. السلام عليكم، معكم حامد بوشناق. قبل باش نكون في هذه المبادرة ديال الأخ الصادق حمزة السباعي، تحية الشعب المغربي وتحية الشعوب العربية وتحية كاع الشعوب ككل، لأن كنعيشوا كلنا هذا الوباء هذا، والله يسترنا والله يحفظنا من هذا الوباء، وربي ينزل إن شاء الله الرحمة ديالو. خوتي نجلسوا في الدار ونصبروا، راه ما بقى قد ما فات. احنا المسلمين كنصبروا، عندنا واحد الحوايج اللي كنصبروا فيهم مولفين نصبروا. فكنا نفكروا في الاسر اللي كانت ما عندهاش لي مويان باش تعيش، لان عندهم معيش يومي. فكل واحد فينا يدير داكشي اللي قد عليه بالنسبه لهاد الاسر. فكنشكر سا ماجيستي لو روا محمد السيس الله ينصرو، والحكومه والرجال الامن والاطباء والزانفيرميير كلهم، كاع الناس اللي راهم خدامين على باش يحميونا حنا. وكثروا من الدعاء بزاف 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 بزاف. الله يحفظكم والله يحفظ جميع البشريه. عاصمة الناس الكل، انا امل العوني من تونس، ممثله وكوريغراف. ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير. حبيت نبعث لكم الفيديو هذا باش نقول لكم اقعدوا في الدار ما تخرجوش، ان شاء الله تتعدى الازمه هذه على خير. لازم نحميو رواحنا ونحميو عائلاتنا باش نرجعوا لاباس وخير من قبل. شكرا. السلام عليكم، كيف حالكم؟ انا قبلت المشاركه في مبادره الصديق العزيز حمزه السباعي، وبهاي المناسبه حابب اوصل رساله لكل اللي بيشوفوني. ارجوك خليكم في البيت، بلاش تطلعوا برا، ارجوك التزموا بكل التعليمات، خلونا نساعد الطواقم الطبية والسلطات المحلية اللي بتضحي بروحهم عشان احنا نكون بخير، وعشان يبعدوا اي خطر ممكن يشكل تهديد لحياتنا وحياة عائلاتنا. اليوم العالم كله بمر في ازمة خطيرة، لازم نتوحد، لازم نكون ايد واحدة ضد اي خطر ممكن يكلفنا حياتنا او حياة اعز الناس لنا. خلونا متماسكين، وخلي الحب دايما هو عنواننا. تحياتي محمد من فلسطين. السلام عليكم، حبيت نشارك في المبادرة ديال خويا حمزة السباعي. تحية لجميع المغاربة وجميع المغاربة في جميع أنحاء العالم، وتحية للشعب العربي، وتحية للعالم في هذه الفترة. تحية لكل واحد جالس في الدار،
تحية لكل شخص كيحب بلاده، كيحب وطنه، كيحب أهله وناسه. تحية لكل واحد في الحجر الصحي ومآمن ومتفائل بأنه الله عز وجل غيفكها وغيطلق الله صراحنا وغادي نحدو من هاد كورونا بالتضامن ديالنا. كنبغيكم بزاف، أنا في الدار وحمزة في الدار وكل مغربي حر في الدار، ما غنخرجوش حيت هاد الوباء خصنا نتهناو منه. خليكم متامنين ومتفائلين، ما تقنطوش. صباح الخير. قبلت نشارك في مبادرة صديقي حمزة السباعي من المغرب، وأحلى تحية للشعب المغربي وكل الشعوب العربية. خليك بالبيت وكن مبدع، خليك بالبيت واستفد من وقتك في تطوير ذاتك، فمن العزلة حظي العالم بأعمال ثقافية خالدة. عبد الله الشحي من الإمارات. السلام عليكم. حتى أنا غادي نشارك طلب من ولد العم حمزة السباعي. من هذا الفيديو غادي نعطي ميساج لكاع الشعب المغربي والسلطات اللي كتبذل واحد المجهود كبير باش تحافظ على السلامة ديال المواطنين، هي انه الناس والمواطنين انهم يلتزموا يبقوا في ديورهم، لانه الا بقينا في ديورنا غادي نقضيو نهائيا على الوباء. لهذا بقوا في ديوركم، وراه غادي تعاونوا السلطات بزاف وتعاونوا الناس اللي في المستشفيات اللي كيعانيوا واللي كيضربوا تماره باش يحاولوا انهم يحبسوا هذا الوباء، وبانهم باش يشافيوا الناس اللي كنتمنوا لهم الشفاء العاجل ان شاء الله، والله يرحم الناس اللي توفوا. يمكن لك تقرا، يمكن لك تفرج افلام، يمكن لك تصلي تدعي بزاف د الحوايج. الله يجازيكم بخير، وشكرا بزاف حمزة السباعي، وشكرا كاع الناس في المغرب وفي العالم العربي وفي العالم باكمله. تهلاو في راسكم وخليكم في ديوركم. السلام عليكم، انا ضياء حجازي مسرح من العراق. تحيه كبيره جدا وصادقه جدا لكل صديقاتنا زميلاتنا الفنانات واصدقائنا واحبتنا الفنانين المسرحيين والفنانين بشكل عام في كل انحاء المعموره. وبهالمناسبه احب اشدد واكرر، خلينا ببيوتنا، يكون بهذا انقاذنا، انقاذ للجميع. وبيوتنا معناته انه فقط الامر يقتصر على اهل البيت مو على الزيارات، وان كان نشتاق جدا العوائلنا لأسرنا لأحبتنا أصدقائنا، فنلتزم ببيوتنا. بوجه تحية للتدابير للمغرب، للتدابير الاحترازية المهمة والجادة فعلا اللي اتخذتها المغرب، وأيضا تحية كبيرة لشعب المغرب للاستجابة العظيمة اللي أبداها كل المواطنين بالالتزام ببيوت وتدابير هذه الاحتياطية المهمة جدا. تحية للجميع والله يسلم الجميع، شكرا جزيلا.